طيب نكمل بقى يا باشمهندسين. طبعا انا كنت استوردت معاك قبل كده البراطه اللي هي الهولو بلوك سلاب ديت من برنامج الايتاب لبرنامج السيف، بس انا كنت ناسي فاحنا استوردناها تاني، مفيش اي مشكله. خلاص دلوقتي لو انا عايز بقى استعرض النتائج على الشرايح هتيجي من هنا يا باشمهندس، تقول له شو ستريب فورسز، تمام. هتيجي من هنا اللوك كومبينيشن بتاعتي، هنظهر مثلا المومنت الشرايح اللي في اكس وتقول له ابلاي. ادي هات يا باشمهندس، ادي مثلا ادي العزم على الشرايح ديت، منطقي جدا اهوت. العزم هنا نيجاتيف مومنت طبعا لان عندي الركيزه او هي كانتليفر طبعا، الركيزه اللي هي الكاميرا، فطبعا هتطلع لي عزم نيجاتيف، وبعد كده بيقلب بوزيتيف، مفيش اي مشكله في كده، تمام. هنا ادي العزم هنا يا باشمهندس اهوت بوزيتيف. طبعا انا هنا ما لغيتش الاستمراريه. طيب هنا برضه يا باشمهندس هنا العزم بوزيتيف، وهنا برضه هنا لا هنا تحول بقى نيجاتيف خلاص، وهنا بوزيتيف، تمام. طيب لو انا عايز مثلا اشهر على الشريحه اللي هي بي، تمام، ادي برضه اهوت يا باشمهندس منطقي جدا بوزيتيف، وبعد كده قلب نيجاتيف فوق الكاميرا، وبعد كده ايه بوزيتيف تاني. طبعا لو انت عايز بقى تلغي الاستمراريه برضه مفيش اي مشكله، فك لي كده الحل. طبعا تقدر هنا تظبط اليونت بتاعتك، خليها طن افضل من لانها هنا بالكيلو نيوتن. اوكي. لو انت عايز تلغي الاستمراريه بقى يا باشمهندس، بتيجي مثلا ادي البوطه ديت كده يا باشمهندس، فاحط له الساين سلاب ايدج ريليز، وتيجي هنا تقول له اعملها لي في المومنت، تمام، حررها لي في المومنت، تقول له اوكي، تمام. هيحررك كده من كل ناحيه، يعني هو عامل لك ريليز للبلاطه دي من كل ناحيه. طبعا لو انت عملتها في الشير كمان يبقى انت كده بتقول له ان انت قطعت البلاطه خالص، كانها البلاطه دي يعني مش موجوده جنب دي اصلا، تمام. فده انما مثلا المومنت لا، انت كده بتفهمه ان في استمراريه ولكن انا حررها لي في العزم خلاص، فدايما اعمل المومنت بس خلاص، انا بس اعمل دي بس والباقي هسيبه مفيش مشكله، تمام. بعد كده اقول له ران، وبعد كده نفتح بقى شيت الاكسل اللي احنا هنستخدمه يا باشمهندس في التصميم، شيت الكاميرات اهوت، شيت الكاميرات. طيب دلوقتي بقى يا باشمهندس لو انا عايز اصمم الربات، هنيجي الاول مثلا وليكن على الرب ده، تمام، هنشوف مثلا اكبر عزم. طبعا هو بس الاختلاف مثلا بسبب ان هنا الطول مختلف عن هنا، تمام. طبعا ده جنب الكاميرا بالظبط، فقيمة هتكون كبيرة شوية، فاحنا مش عايزين ده، تمام. ممكن ناخد مثلا ابعد عنه شوية، هنا مثلا نص، هنا بوينت 6 اللي هو جنب الكاميرا، هنا بوينت 6 برضو، هنا مثلا ما بعيد عن الكاميرا شوية بقيت نص، تمام. طب خلينا نشوف هنا، خلاص يبقى مثلا نقول له بوينت 5 5، او حتى اقول له بوينت 6 مش مشكله. تيجي كده يا باشمهندس ادي مثلا شيت تصميم الكاميرات، تمام، ادي الفليكشر، هتيجي هنا تدخله يا باشمهندس عرض الكاميرا بتاعتك اللي هو هتكون بوينت 1، طيب السمك بوينت 3، الكفر تمام 50 مللي. خلي بالك هنا هو طالب بالملي عفوا، يبقى هنقول له 10 سم يعني 100 مللي، تمام. هنا هنكون 300 وهنا 50، تمام. اف سي يو اف ييلد، تمام، تدخلهم المومنت هنا نقول له مثلا بوينت 6، تمام. هنا بيقول لك السي 1 5 1، يعني طبعا هتكون اكبر من 4.85، فهناخده بوينت 8 2 6، تمام. فطلع لك ادي الاير ستيل وادي الاير ستيل مينيمم، تمام. قال لك يا باشمهندس ان هو محتاج 1.12 خلاص، فطبعا هناخدها 2.12، تمام. طيب خلينا نشوف قيمه ثانيه، هنا هناخد بقى قيمة التسليح النيجاتيف، تمام. خلي بالك لو بصيت على الجدول كده يا باشمهندس، ادي الجدول اللي احنا بنستخدمه في تصميم الاعصاب، تمام. مثلا بيكون عندنا جدول في القطاع وفي التسليح السفلي والتسليح العلوي، تمام. طيب في مصر يا باشمهندس زي ما قلت لك مش بيستخدموا تسليح علوي ستيرب هانجر في منتصف الريب، تمام، ولكن بيستخدموا فوق الركائز، تمام. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني مثلا انت عندك هنا اهوت حديد او نيجاتيف مومنت، هيحطه هنا فوق ركائز حديد علوي هنا الجزء ده في الرب، وطبعا لازم يحطه حديد سفلي خلاص. فاحنا دايما في الغالب بناخد ايه التسليح العلوي زي السفلي، تمام. حتى لو استخدموا، لو في بعض المشاريع استخدموا حديد علوي برضه مفيش مشكله، يستخدموا ايه علوي زي سفلي، والكنات مثلا
بكون كده عشان مثلا ممكن تاخدهم كلهم ايه مينيموم 5 فاي 8، تعدل ده مثلا 5، انا بفضل استخدم 6. اهوت يا باشمهندس. طيب دايما يا باشمهندس بيكون عندي مثلا 3 نماذج، صاد واحد مثلا انا هحط 2 في 2 في 12، طيب صاد 2 2 في 16، صاد 3 2 في 18، لان خلي بالك خلي بالك المشروع بتاعنا يا باشمهندس اسباناته صغيره، تمام؟ انا بس عملت النظام هولو بلوك سلاب عشان بس اوريك ازاي ايه ازاي مثلا تحطه كاستاتيكال سيستم وازاي تصمم، انما كسبانات لا. لو جينا ناخدها بشكل هندسي احنا فوق مثلا ال5 متر او ال6 متر بنبدا نفكر في الهولو بلوك سلاب، خلاص يا باشمهندس. انما هنا الاسبانات صغيره فطبيعي يطلع لك 1 في 12 يعني، خلاص. طب خلينا نشوف النيجاتيف مومنت هنا يا باشمهندس، طالع هنا كام؟ 1 2. طبعا يبعد عن العمود تماما يعني، ما تاخدش القيمه اللي عند العمود، خلاص. هنا مثلا تقول له 1 و2 فبيقول لك 2 في 12، يبقى اذا خلاص يا باشمهندس يبقى ده هيكون 2 في 12 سفلي وعلوي، خلاص. هات ده كده كوبي، تعالى كده على الفيلا بتاعتي حطه كده. يبقى ديت يا باشمهندس هتفضل صاد واحد زي ما احنا كنا حاطينها، مفيش فيها مشكلة، وهو تلقائي، تمام. تلقائي بقى هيحط لك هنا، انت ممكن هنا برضو، هنا بنحط شوك، خلاص. فاحنا هنحطها مع بعض اهوت، هتلاقيها هنا لو جيت تبص في الديزاين ايدز، ادي شوك اهيت يا باشمهندس، الشوكة بتاعت العصب اهيت، وقول له روتيت. تمام، في اي مكان كده يا باشمهندس وليكن هنا، تمام. طبعا ده بيمتد شويه كده ستريتش لغايه اول الكاميرا، تمام. طيب هيكون قد ايه يا باشمهندس؟ طبعا العصب ده هيكون 2 فاي 12، خلاص. يبقى احنا مفهمينه يا باشمهندس ان الشوكه يا باشمهندس ديت هتكون كلها 2 فاي 12. طيب والعصب يا باشمهندس اللي هنا هيكون صاد واحد يعني 2 فاي 12، تمام. طيب خلينا نشوف بقى هل في هنا اي قيم اكبر من بوينت 6. هنا مثلا في هنا اكبر من بوينت 6، تمام. هنا مثلا بوينت 7 بوينت 8، خلاص. بس القيم دي طبعا برضو اذا كان انا اصلا لما دخلت 1 و2 طلع لي 2 فاي 12، يبقى كله يا باشمهندس هياخد 2 فاي 12، يبقى اذا كل الاعصاب هتاخد 2 فاي 12، خلاص يا باشمهندس. طيب سواء وان واي، طبعا التو واي اصلا القيم عليها بتكون اقل يعني، وده منطقي يا باشمهندس، قلت لك هنا القيم صغيره والاسبانات حتى صغيره. بس لو انت عايز تزود مثلا زياده امان مثلا، ممكن تخلي كل البلاطات الصغيره ديت خلاص صاد واحد مثلا، وممكن هنا مثلا تزود ده البلاطات الكبيره شويه ممكن تديها صاد 2 كده كزياده امان يعني. يبقى كده كل الصغير خد صاد واحد والكبير هياخد صاد 2، خلاص يا باشمهندس. طبعا لما نيجي نشتغل مشاريع في المملكه او كده يا باشمهندس بيكون عندنا فاي 14، فبتكون صاد 2 فاي 14، لان طبعا بتكون يعني اقل شويه من فاي 16 اريا ستيل، فكانت هتبقى مناسبه قوي للبلاطه ديت مثلا، للبلاطات اللي هي انا كبرتها ديت زياده امام مثلا. بس كده يا باشمهندس انت كده صممت الاعصاب، تصميم الاعصاب ما فيهوش مشاكل كتير يعني، تمام. انت بتاخد العزم، تمام، بتاخد العزم في كل بلاطه يا باشمهندس تروح تصممه، خلاص. بس يا باشمهندس يعني بتاخد العزم تصمم، هتاخد بلاطه بلاطه، تمام، وتشوف مثلا كل عزمه هيديك قد ايه، وتشوف هل مثلا هي صاد واحد مثلا وليكن في كان في زبان كبير شويه فاداك مثلا 2 في 16 يبقى ده صاد 2، في مثلا اديك 2 في 18 يبقى ده صاد 3، خلاص يا باشمهندس. هو في الغالب مش هتزيد عن صاد 3 يعني، مش هتلاقي ايه، مش هتلاقي عصب 2 في 20 وكده، قليل يعني في المشاريع مثلا الزبانات اللي فوق ال 10 متر وكده، خلاص يا باشمهندس. بس يبقى انت كده يا باشمهندس صممت الاعصاب
مفيش اي مشكله في كده. هضيف لك انا فيديو دلوقتي يعلمك بقى ايه الطريقه التانيه لتصميم الاعصاب، ايه هي؟ برنامج البروكم. خلاص، برنامج البروكم فيه ميزه ان احنا بنشيك ديفليكشن على الاعصاب، يبقى انت كده شيكت ديفليكشن على الاعصاب وبنضيفها في النوته. خلاص، ان انت شيكت ريفليكشن على الاعصاب على برنامج البروكون لانه دقيق، وبالنسبه للمدققين ده حاجه ممتازه جدا، احسن من برنامج السيف كمان. خلاص، تاني حاجه انك تصمم وتطلع تسليح من على برنامج السيف، ولكن مع عفوا من على برنامج البروكون، ولكن طبعا بيكون وفقا للكود الامريكي، وقلت لك القيم كتسليح يعني بلاطات وكمرات وفقا للكود الامريكي والمصري ما بيفرقوش عن بعض في القيم، تمام، مع اختلاف المعادلات طبعا. خلاص، الفيديو اللي انا هضيفه لك ده يا باشمهندس هو من دبلومه الكود الامريكي، تمام، عشان بس ما ايه ما سجلوش تاني يعني وكده، والايه الفكره واحده وكده كده التصميم على البروكن بيكون بالامريكي، تمام. خلي بالك البروكن موجود فيه الكود البريطاني، ولكن الديفليكشن وفقا للكود البريطاني مختلف عن الكود المصري دلوقتي، الكود المصري مطابق للكود الامريكي، عشان كده بقول لك ايه هيكون وفقا للكود الامريكي، والهدف اصلا ان احنا نشيك ديفليكشن مش اكتر على برنامج البروكن.